مساء الخير لكل متابعي الكرة والجماهير في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة، معانا نجم من نجوم الزمن الجميل، نجم سيد البلد ونجم زعيم الصغر، الأدب والأخلاق والحياء. بصراحة لو قعدت أتكلم ممكن الحلقة كلها تخلص، وأنا بشيد بنجم كبير قوي قوي قوي، كابتن أشرف عبد الحليم، منور برنامج الكرة والجماهير يا كابتن أشرف. خليك، والكلام أنت تقوله كلام كتير والله. دي أقل حاجة نقدمها لك بأمانة يا كابتن أشرف والله. ربنا يخليك ويبارك فيك، أنا مبسوط جدا أنا موجود معاك النهاردة، وأنا قلت لك قبل كده وبقول تاني، يعني أنا كانت الظروف بالنسبة لي الفترة اللي فاتت كانت صعبة جدا. أنا فاهم. ما كنتش حابب أظهر زي ما قلت لك يعني. وأنت بتحب الظهور يا نجم في الإعلام. لا أنا ما كنتش حابب عشان اللي أنا حكيت لك عليه، فأنا ما كنتش حابب إن أنا أظهر خالص يعني، لكن أنا سعيد إن أنا موجود معاك وإن شاء الله تبقى حلقة كويسة إن شاء الله. إن شاء الله. قبل ما ندخل في حلقتنا طبعا النهاردة، إحنا هنروح على شط البحر وهنروح يعني لزعيم الصغر سيد البلد زي ما بيقولوا في اسكندرية. لازم بنبعت تهانينا القلبية للحاج محمد مصلحي بمناسبة صدور قرار معالي وزير النقل الفريق كامل الوزير بتعيين الأستاذ محمد مصلحي رئيسا لمجلس إدارة غرفة ملاحة اسكندرية لمدة 4 سنوات. ألف مبروك للحاج محمد مصلحي، معشوق أيضا سيد البلد ومعشوق جماهير الاتحاد، كل التوفيق للحاج محمد مصلحي. نروح بقى لنجم حلقتنا النهاردة اللي بصراحة أنا سعيد بيه جدا، لأن نجم خلوق داخل الملعب وخارج الملعب. كابتن أشرف هستأذنك، احنا طبعا يعني ما ينفعش ان احنا نذكر نادي الاتحاد وعندنا رمز كبير زي الحاج محمد مصلحي. طبعا هو عامل طفره كبيره قوي في نادي الاتحاد. لا طبعا انت حضرتك تكلمنا عن الطفره اللي عاملها الحاج محمد مصلحي، وحضرتك يعني افضل حد يتكلم عن الحاج محمد مصلحي. لا هو انجازاته بتتكلم عليه، اللي هو بيعمله والطفره اللي عاملها في نادي الاتحاد السكندري هي اللي بتتكلم على اللي هو بيعمله. هو مش محتاج ان انا اطلع او اي حد يطلع يتكلم عليه، اللي هو عامله جوه النادي مش بس كده يعني. هو الراجل بصراحه من الناس اللي هو يعني اول ما دخل النادي عامل طفره في كل حاجه بمنتهى الامان. تمام. من انجازات لانشاءات لفرق كوره، الفريق الاول، لشركه رعايه للفريق الاول، الملابس، بيعمل كل حاجه. فانا مش عارف، انا ساعات لما اجي اتكلم انا مش حابب ان انا اتكلم يعني، لما تيجي تتكلم عايز تتكلم على حد ما كانش بيعمل حاجه وجي يعمل حاجه. تمام. لكن الراجل ده طول عمره بمنتهى الامانه والشفافيه، الراجل بره النادي بيعمل، جوه النادي بيعمل، ما بتفرقش معاه كتير الموضوع ده. تمام. درجة عشان كده لما بيخش النادي بتلاقي كل الناس، وزي ما انت قلت هو معشوق اسكندريه. يعني انا مش هتكلم على واحد ولا اقول حاجه عليه، هو معشوق اسكندريه يعني. تمام. غير ما اتكلم عليه، قبل كده كان ليا حاجه قلتها وانا كنت عامل فيديو صغير كده قلتها، فانا قلت هو مين ما يحبش محمد مصلحي؟ ما شاء الله. لا بمنتهى الامانه وده حقه. أيوه. انا مش بقول حاجه عشان انا الحمد لله مانيش مصلحه مع اي حد، لكن بقول كلمه بما يرضي الله، ربنا بس اللي حاسبنا عليه. اعطاء كل ذي حق حقه. حقه. تقدر انت تقول بعد كل اللي هو بيعمله تطلع تتكلم يعني ايه اللي ممكن تقول؟ يعني صح. ايه الحاجه اللي ممكن تقولها على حد بيعمل كل حاجه في النادي كويس؟ والحقيقه انا لمسها كمان من كلام حضرتك يا كابتن اشرف، ومن كلام جمهور نادي الاتحاد ما بنتواصل معاهم، هم بيحبوا حاجه اسمها الحاج محمد مصلحي. هم الناس بتعشقوا في اسكندريه. الجماهير، كل جمهور الاتحاد كله بيعشق حاجه اسمها محمد مصلحي. تمام. إيه طبعا حلقه النهارده حلقه مثيره جدا، هستأذنكم في فاصل سريع جدا ونرجع تاني. بعد ما رجعنا لكم من الفاصل، معانا نجم اسكندرية ونجم سيدي البلد ونجم زعيم الصغر وعروس البحر الأبيض المتوسط، كابتن أشرف عبد الحليم منجا. نعرف من الكابتن أشرف دلوقتي فينك من نادي الاتحاد السكندري يا كابتن أشرف؟ لا موجود في النادي، شغال وموجود في النادي قطاع الناشئين. موجود في قطاع الناشئين لحد نهايه الموسم دوت، وبعد كده خلاص يا كل الجهاز. شكرا. احنا معانا لسه اسئله في قطاع الناشئين، هنيجي لحضرتك. لا معاك، مفيش مشاكل حبيبي يا كابتن اشرف. حبيبي. طبعا الكابتن اشرف جمهورك طبعا بيحب يعرف انت مركزك المفضل مدافع. ديفندر. ولكن لعبت ديفندر فيرود. لكن لعبت فيرود. لعبت فيرود في البدايه، كنت فيرود لحد ما جه مستر بوكير. راح ملعبنا ديفندر في نص الملعب، ودي كان لها قصه غريبه شويه معايا في نص الملعب. لان في الموسم اللي هو جه فيه مستر بوكير، انا كنت لسه مقعد الاتحاد في الدوري بجون بلديه المحله. تمام. وكنت جايب ده الجون الشهير بقى للكابتن ده الجون بتاع لا الجون الشهير بتاع المقاولين اللي هم الناس بتحبه قوي يعني، جون للمقاولين عرب. بتاع المقاولين. لكن ده في الموسم ده كان اول موسم ليا. تمام. وجيت وجبت فيه 9 جوان في الموسم ده. تمام. فكنت محظوظ قوي ان في الموسم ربنا قربني، واخر ماتش جبت فيه جون وقعدنا في الدوري والقصه انتهت خلاص الحمد لله.
فجيت السنه اللي وراه جه مستر بوكير. ايوه. فاول ما جه بعد ماتش ماتشين لقيته بيقول لي هتلعب ديفندر. فديفندر ده انا فيرود وطول عمري بلعب فيرود وكنت هداف الدرجه الاولى. يعني جديده قوي يعني من مهاجم لمدافع يعني. هداف الفرقه ومقعد الفرقه في الدوري. أيوه. وقبليها كنت هداف الدرجه الاولى. ده كان اختيار بوكير. مستر بوكير. اه. فاعترضت عليه فهو قعد معايا قال لي اشرف انا شايف ان انت بدنيا عالي جدا 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 وانت بتلعب فيرود وبترجع تدافع في نص الملعب. طب انا عايزك في الحته دي توفر الحته وتكمل وتكمل فانا كنت متضايق قوي. أيوة. فلعبتها فربنا تقريبا كرمني في المكان ده. أيوة. عملتها بشكل كويس ومن خلال المكان ده رحت منتخب مصر كنت بجيب اجوان وكانت الامور بالنسبه لي سهله جدا يعني. طيب حضرتك مين اللعيبه بقى اللي كنت تحب تلعب معاهم يعني سواء منتخب مصر او الاتحاد؟ لا لا لعيبه كتير قوي. منتخب مصر انا كنت في اتنين لعيبه انا كنت بحبهم جدا يعني كنت بتمنى العب جنبيهم بمنتهى الامانه. ايوه. هادي خشه واسماعيل يوسف. يعني دول كانوا خير الديفندرات في مصر. احسن اتنين ديفندر في مصر فعلا. كان في كابتن مجدي الراجل بطل. كابتن مجدي عبد الغني. طبعا. رجع لعب سنه بورسعيد ولا في المولين وبطل. أيوه. بقى في اتنين كابتن اسماعيل يوسف والكابتن هادي خشبي. تمام. انا بقت نفسي ان انا في يوم من الايام العب جنب حد جنب فيهم. جنب حد فيهم. كان طموحي. ايوه. وفعلا جالي الشرف ان لعبت مع الكابتن اسماعيل في نص الملعب في منتخب مصر ومع الكابتن هادي خشبي في نص الملعب برضه. من حسن الحظ ان اول ماتش العبه كان اثيوبيا في اثيوبيا وما ادراك بقى لما تلعب جنب هادي خشبي قدامك كل صلاح الدين. ما شاء الله ما فيش اروع من كده يعني. اتنين ديفندر. انا طبعا والكابتن هادي خشبه وقدام الكابتن وليد صلاح الدين. تمام. فانت كمان تبقى مستمتع لما قدامك واحد زي وليد صلاح الدين. يعني بيبقى الوضع مختلف برضه طبعا. لا طبعا يعني. طبعا لعيب كوره عالي جدا جنبيك زي واحد وليد صلاح الدين من احرف لعيبه مصر مع احترامي لاي حد فعلا صح. وجنبك احسن ديفندر في مصر. تمام. انت عايز ايه تاني يعني انت بتحس ان هم بيدوا لك برضه يعني انت برضه اللاعب لا انت كنت مرتاح بيحتاج ان اللاعب اللي جنبه خصوصا لما يبقى انت داخل عليه بيدي لك الثقه بيدي لك الروح بيدي لك حاجات كتير قوي في الملعب انت تحسها. الفتره دي كان صعبه جدا 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 على اي حد ان هو يخش منتخب مصر. الموضوع صعب قوي 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 في الوقت رغم الفتره الصغيره كان قدرت العب حتى البطوله العربيه حتى البطوله الدوليه اللي في رومانيا. أيوه. حتى البطوله العربيه اللي في سوريا الثانيه رغم قله الفتره لكن انت كنت محظوظ ان انت بتخش تلعب جنب ناس طوال قوي ناس. تمام. يعني ناس كانوا يعني انا فاكر جمله قالها الوزير كان عبد المنعم عماره دخل قال احنا كنا 19 لعيب. ايوه. قال انتوا افضل 19 لعيب في مصر. تمام. انت موجودين هنا ده عشان كان عامل عبد المنعم عماره وزير الشباب والرياضه تمام. وهو كان ليه واقعه ثانيه معايا هبقى اقولها كمان شويه لان هي واقعه كانت حساسه شويه. طب نقولها. انا طلب مني ان انضم للاسماعيلي. تمام. يعني هو طلب في الوقت ده كابتن شحته والكابتن صبري منياوي طبعا من عندنا من البلد. أيوه. فكلم والدي وكلم اخواتي كان عايزني في الاسماعيلي. فاخد تليفوني واتصل بيا. فالمهم قلت له ربنا يسهل يا كابتن. بتعرف كنا في تجمع ومحدش عارف الكلام ده كتير يعني كنا. تمام. في تجمع مع المنتخب فراح جالي ساعتها خدوا احمد حسن كان في اسوان. ايوه. فخدوه فراح ساعتها الوزير عدى عليا راح مسكني من ايديا قال لي اشرف قلت له قال لي روح الاسماعيلي قلت له بس الاسماعيلي قال لي روح الاسماعيلي ومالكش دعوه. تمام. قلت له حاضر. رحت جاي تاني يوم اسكندريه لسه فاكر الله يرحمه الدكتور كمال شلبي. ايوه. لسه داخل وانا على الباب من بره راح قال لي ايه مضيت للاسماعيلي رحت واخد خطوتين كده رحت ساحب ورقه بيضه من قدامه ورحت ماضي عليها ورحت سايبها ورحت ماشي بالظبط. وما كملتش بقى بعدها. لا استبعدت من المنتخب بعديها بفعل فاعل ما اعرفش والله اعلم. عشان ما اخشش في يعني انا في تفاصيل. في تفاصيل لقيت نفسي استبعدت من المنتخب بعديها. تمام. على طول كانوا مسافرين المانيا. تمام. وانا بره المعسكر فكانت مهمه جدا. تمام. فربنا كرمني وقدرت اعملها بشكل كويس لحد يعني انا تقريبا اخر لعيب كنت في جيلي اخر لعيب مشي من منتخب مصر بعد البطوله العربيه في الامارات مع مستر كورول ودي كانت فتره مهمه جدا 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 بالنسبه لي. مستر كورول لما كان ماسك منتخب مصر. وبعدها مسك الزمالك. تمام. دول من الفترات اللي كانت بالنسبه لي يعني فترات كانت مهمه جدا جدا في حياتي ودي حاجه يعني انا على طول في حاجات للاعيب الكوره انا كنت على طول بقولها يعني اللاعب اللي ما بيقدرش يعمل بصمه وهو بيلعب سواء في اهلي الزمالك اتحاد اسماعيلي المصري الفرق الكبيره دي ما يقدرش يعمل بصمه للنادي بتاعه انه يروح منتخب مصر اعتقد ان يا اما تاخد بطوله يعني. أيوه. انك تجيب بطوله انك تبقى لعيب دولي انك تعمل حاجه بالذات الاقاليم لان بتبقى يعني انت فرق الاقاليم بتبقى صعبه جدا جدا ان تاخد بطوله. ايوه. فرق الاقاليم بصعبه جدا جدا لعيب يروح منتخب مصر الحقيقة يعني مثلا احنا لو قلنا مثلا لعيبه الاقاليم مثلا هنا هنقول مثلا نادي الاتحاد السكندري. تمام. هنقول الكابتن احمد ساري كابتن طارق العشري. طبعًا. كابتن اشرف عبد الحليم وكان عصام عبد العظيم كان ساعتها راح معانا. ورأفت عنتر راح منتخب برضو. احنا جات لنا فتره كنا خمسه لعيبه من الاتحاد في منتخب مصر. طب ليه يا كابتن اشرف احنا برضو ما بنشوفش نجوم نادي الاتحاد في منتخب مصر يعني نادر قوي ما نلاقي لعيب في الاجيال الفتره اللي فاتت انا كنت عمال اتكلم ازاي
عندنا مجموعه لعيبه ازاي ما روحوش منتخب. تمام. يعني خالد قمر ازاي فيرود كنا محتاجين او الفيرود ازاي خالد قمر ما كانش يروح منتخب. يعني انا كنت قاعد مستغرب جدا جدا ازاي خالد قمر ما يروحش منتخب. ادي حاجه. احمد نبيل مانجا انا شايف انه ماشي بشكل كويس جدا 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 في نص الملعب. الديفندر اللي جاي من النادي الاهلي. ماليش هو على فكره اي لاعب بيجي من اي نادي مع احترامي الشديد لكل لانديه مصر بيروح الاتحاد بيتلمع. احنا عندنا جمهور يلمع اي حد في الدنيا من افضل يعني بصراحه جمهور بيعشق حاجه اسمها الاتحاد. احسن جمهور في مصر بجد دي حقيقه. احسن جمهور في مصر وجمهور ما لهوش خلاف. هقول لحضرتك على معلومه صغيره جدا. عمار حمدي كان في الاتحاد بيلعب فين؟ يعني منتخب مصر. منتخب مصر فعلا هو في الاتحاد كان في منتخب مصر. لا ولمع واسمه بقى ولمع الدنيا كلها بتتكلم على عمار حمدي فعلا. من بعد ما مشي من الاتحاد ورجع الاهلي خلاص انطفى في عمار حمدي. مع احترامي طبعا مع احترامي كل الانديه بس الفرق شاسع ما بين حد بيلعب في الاتحاد بالتحديد وملعب. يعني احمد نبيل مانجا قبل ما يجي لنا كان بيلعب في سموحه. طيب انا اقول لحضرتك برضو سؤال يشغل الشارع السكندري يا كابتن اشرف. رئيس نادي بحجم الحاج محمد مصلحي لا يتوانى جهدا بجد في خدمة النادي. ده حقيقي. جمهور ولا أروع. يعني جمهور بيعشق. جمهور ما بياخدش بطولات ولسه بيشجع الاتحاد. ده حقيقي. يعني مش سنة بقى وموسم. عشان كده بقول لك أحسن جمهور في مصر جمهور الاتحاد. طب إيه اللي ناقص؟ إيه اللي ناقص لعيبة الاتحاد؟ يعني أنت عندك مجلس إدارة موفر لك كل حاجة. جمهور ولا أروع لا يقل في العدد عن الأهلي والزمالك. السؤال ده سألته كتير جدا جدا جدا. تمام. وعلى طول برد عليه. اتفضل. يعني دي حقيقة فعلا. لكن مقومات إنك تاخد بطولة محتاجة حاجات معينة. مش كفاية. يعني مش كفايه ان احنا بنتكلم نقول ايه احنا بنجيب لبس بنجيب اتوبيس بنشتري لعيبه. لا بس مش بنفس. يعني بنشوف الاهلي والزمالك بيشتروا لعيبه ب 30 و40 مليون و50. احنا ما نقدرش على الكلام ده. احنا كنادي. ادي حاجه. حاجه ثانيه النقطه المهمه جدا جدا اللي يقدر يزرع ديت واحد بس. كابتن طلعت يوسف الوحيد تحديداً. اللي يقدر يقول انا هو اللي يقدر يحدد. يعني انت ما تجيش تسالني تقول لي طب انت محتاج ما انا ما اعرفش هرد عليك اقول لك ايه. لكن لو انا يعني تيجي تسال مدير فني بحجم كابتن طلعت يوسف اللي انا من وجهه نظري من افضل مدربين مصر. تمام. يقول لك انا محتاج 1 2 3 4. يعني انت لما تيجي بالتحديد. أيوة. يعني الكابتن طلعت يوسف بالنسبه لي. أيوة. كابتن محمد عمر واحمد ساري. أيوة. طارق العشري بالنسبه لي النجوم القديمه في نادي الاتحاد. انا بالنسبه لي كاشا وحليم احسن 4 مدربين في مصر. ما شاء الله. ده تواضع منك برضه يا كابتن. لا 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 مش تواضع والله. دي حقيقه. دي حقيقه. دي حقيقه. دول ولاد نادي الاتحاد السكندري. دول نجوم. انا لعبت جنبيهم. يعني لما اتكلم النهارده طارق العشري كان من احسن المساكين في مصر. احمد ساري ما خدش يمكن حظه شويه وكان لعيب مهاري جدا. احسن فيرود. فعلا احسن فيرود في مصر. ايوه. انا مش بقول الناس تيجي تقول ايه ده اشرف حليم عمال يتكلم اوسط. لا انا بقول الحقيقه. انت بتدي كل حد حقه. والله العظيم بتكلم بما يرضي الله. فعلا. انا لعبت مع الناس دي وشفتهم وشفت قد ايه الناس ديت يعني كان عندهم قدرات يبقوا. أيوة. افضل كتير مليون مره باللي هم فيه. يعني افضل مش افضل ربنا اداهم يمكن ربنا بيعوض. أيوة. يعني النهارده الحمد لله طارق العاشر مدربين مصنفين في مصر الحمد لله. ما شاء الله ماشي كويس. ماشي كويس. احمد ساري برده ماشي كويس. تمام. كابتن محمد عمر هم ادراك هم في التدريب عمر. نجوم على فكره. يعني كابتن طلعت يوسف الكابتن محمد عمر كابتن طارق العشري ما شاء الله. انت النهارده انا عايز اقول بس حاجه مهمه جدا 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 وغريبه جدا. أيوة. كابتن محمد عمر بياخد بطولات بره مع الاتحاد. لا لا ما هو ما يعني كابتن محمد مش واخد الفرصه اللي هي تتناسب. أوه. مع قدراته وامكانياته في مصر. انا بتكلم في. أيوة. مصر. أيوة. تحديدا ما هو مش شرط عشان تنجح تبقى في الاتحاد. ما هو كابتن طلعت مكسر الدنيا بره. كابتن عمر كسر الدنيا بره. طارق العشري مكسر الدنيا بره. مش شرط ممكن اجي في مكان يبقى عندي مشكله او ممكن الناس او ممكن يبقى عندي حاجات كتير. لكن بره انت بيبقى عندك مساحات عشان كلام حد بيقف يتكلم يقول لك لازم تشتغل بره. دي حقيقه. تمام. لازم تشتغل وتجتهد وتتعب عشان توصل اللي انت عايزه. فالناس دي عشان توصل لكده الناس دي تعبت قوي مش بسهوله يعني. طب انت متفائل بالمرحله الجايه نادي الاتحاد يا كابتن اشرف؟ متفائل جدا. يعني ان شاء الله نشوف نادي الاتحاد ان شاء الله يعود لحصود بقى البطولات. يعني احنا انا متفائل لان احنا عندنا استقرار بشكل غير عادي. يعني احنا عندنا جوه النادي اول حاجه الجهاز الفني كلهم ولاد النادي. كويس. يعني ولاد النادي سواء الكابتن طلعت يوسف الكابتن محمد ابراهيم الكابتن منير عاقله الكابتن هاني احمد كلهم ولاد النادي. ايوه. الكابتن طلعت يوسف المدير الفني ابن النادي. تمام. ادي حاجه محلوله. استاذ محمد مصلحي مش هتكلم بقى عليه طبعا. يعني ما شاء الله عليك. يعني كل طلباتك مجابه فعلا. يعني كل طلباتك لعيبه ملابس معسكرات ماتشات ملاعب اي حاجه اي حاجه. أيوة. اي حاجه تتخيلها اي حاجه متاحه في نادي الاتحاد متوفره. يعني اي حاجه متوفره. واي حد يقول حاجه غير كده بقى مع احترامي ليه كل حاجه متوفره انك تنجح. طيب هنروح برضو لسؤال بقى مهم. يعني هنربط يعني الاسئله ببعضها. هنروح طبعا حضرتك اشتغلت في قطاع الناشئين. طبعا. ليه ما بنشوفش قطاع الناشئين
يعني فين من الفريق الاول؟ يعني مثلا مفروض مثلا كل موسم 3 4 من الناشئين في نادي الاتحاد نلاقيهم يتصعدوا فريق اول، فين يا كابتن؟ معاك 100% واحنا كمدربين كلنا بدون استثناء مقصرين في حق النادي في الجزئيه دي. يعني احنا كمدربين طب هنا الخلل فين يا كابتن؟ ما هي الخلل، هي الخلل بيبقى في المنظومه كلها، ما بيبقاش فيها ولا مدرب ولا رئيس نادي ولا اداري ولا الخلل بيبقى في المنظومه كلها من سنين. أيوه. مبنيه على سيستم واحد. تمام. يعني في حاجات محتاجه انها تتغير وانها تتظبط. ليه 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 مثلا ما بتقعدوش مثلا مع الحاج محمد مصالحي ومجلس الاداره وتعرضوا يعني مثلا يعني الكابتن اشرف بحجم الكابتن اشرف، الكابتن محمد عمر، الكابتن احمد ساري، ليه ما بتقعدوش مع الحاج محمد مصالحي؟ انت دخلت في منطقه شائكه شويه، لكن انا ابتدي اقول لك حاجه. بمعنى اول حاجه يا كابتن، في قرار من مجلس الاداره باقاله الجهاز كله، وده بناء عن جماهير مطلب جماهيري. يعني انا عرفت ان هو في اختيار رئيس قطاع في الفتره القادمه. تمام. ويعني تم استبعاد القطاع بالكامل. تمام. بما فيهم الكابتن اشرف. طبعا. تمام. تمام. طيب هيتم اسناد الامر لرئيس قطاع اخر. تمام. هل هيبقى من داخل النادي او من خارج النادي؟ ما برضو ده سؤال. الله مهم. اعلم. إيه؟ الله اعلم. ده بيرجع لمجلس الاداره. ده بيرجع لمجلس الاداره. طيب بس مين، انا هنا مين حلقه الوصل يا كابتن اشرف؟ انا هنا بس عايز اقول جزئيه مهمه جدا. اتفضل يا كابتن. جدا جدا. اتفضل. انا نفسي في حاجه، انت يعني نفسي ان احنا اول حاجه انتوا صاحب، هم اصحاب القرار يجيبوا كل اللي هم عايزينه، مش هم اللي عايزينه. ودي حاجه، لان هم اقاله القطاع الناشئين كله بالكامل، وده مطلب جماهيري لان كانت النتائج سيئه. أيوة. وده من حقهم خلاص. لكن احنا عندنا اولاد النادي تاني، عندنا مش هم اللي شغالين بس، هم دول موجودين، عندنا ناس تانيه وعندنا ناس كفاءه تانيه يقدروا يديعوا القطاع بشكل كويس. طيب. قوي. هنرجع للنقطه دي تاني والسؤال ده عشان نتكلم فيه باستفاضه ونشوف مكالمه الاول معانا. معانا مين يا استاذه اميره بعد اذنك؟ الو. يا مساء الفل. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الفل عليك يا كابتن احمد، ومساء الفل على الكابتن اشرف، وتحياتي ليك وتحياتي للكابتن اشرف وكل اهل الاستوديو. استاذ محمد رمضان رئيس وكاله جو ميديا. اهلا بيك يا استاذ محمد. ازي حضرتك؟ انت عشان بتعشق اسكندريه بقى عملت معانا مداخله النهارده يا استاذ. نادي الاتحاد ده بالنسبه لي يعتبر النادي رقم 2 بشجعه، وما ينفعش اقول رقم 2 على هوا برضه عشان هو بالنسبه لي نادي مهم. انا عارف رقم 1 ومتاكد من رقم 2، دي حاجه انا عارفها. انت بتعشق حاجه اسمها اسكندريه ونادي الاتحاد يا استاذ محمد. اسكندريه بالنسبه لي دي البلد الثانيه بالنسبه لي، وبلدي ما شاء الله افتخر ان انا بروحها كتير، ونسايبي منها واهلي منها وكل حاجه منها. ونادي الاتحاد بالاخص انا من النوادي اللي بعزها جدا. ربنا يكرمك. بس عشان ما اخدش الكلام، مساء الفل عليك يا كابتن اشرف. مساء الفل يا استاذ محمد، اهلا بحضرتك. الله يخليك. انا قلت اولا انا بس عليك يا كابتن احمد عشان كان نفسي قبلك النهارده وما قدرتش. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت كنت بتتكلم عن الاستاذ مهندس محمد مصالح. انا كان لي لقاء من حوالي 6 سنين مع الكابتن مهندس محمد مصالحي، وكنا في تدريبات نادي الاتحاد السكندري، وكان في الدور قبل النهائي في كاس مصر تقريبا، وكنت رحت عملت اللقاء ده، كانت تدريبات في نادي الاولمبي في ملعب الاولمبي في اسكندريه، ورحت عملت معاه لقاء بنفسي. انا شفت شخص انا اتعلمت منه اداريا، واتعلمت منه حاجات كتيره جدا على مستوى شغلنا. شخصيه، انت عارف الاب للاسره، او لما تحس ان في حد سند ليك، كان ده المهندس محمد مصطفى. شخص جميل جدا. هو حد جميل جدا، وهو محبوب يعني بصراحه. هو الناس بتحبه يعني. الناس بتحبه جدا يعني. جدا. لا هو راجل بصراحه، راجل خير جدا جدا جدا. بس انا عايز اسالك سؤال يا استاذ محمد بعد اذنك. اتفضل. انت بتحب نادي الاتحاد قوي كده؟ طبعا. بجد؟ هقول لك على حاجه، انا قعدت 5 سنين ساكن جنب مني ملعب نادي الاتحاد السكندري اللي موجود على الترام في الشاطبي. طب ما انا كده بقى يعني، انا عشان نسمع صوتك يا استاذ محمد لازم اجيب كل يوم نجم الاتحاد، حد من الاتحاد عشان نسمع صوت حضرتك. لا انت صوتي من غير اي حاجه، بس اسكندريه دي، اسكندريه بالنسبه لي حاجه قريبه جدا لقلبي يعني. فعلا كلنا والله بجد يا استاذ محمد. ده حقيقي. فالمهم كل التوفيق طبعا لنادي الاتحاد. نادي الاتحاد السنه دي انا شايفه بيأدي مستوى مش وحش، ماشي بشكل كويس. ماشي بشكل كويس. من الفرق اللي قافله على نفسها قوي السنه دي، ما تسمعش عنها مشاكل، ما تسمعش عنها ما شاء الله. تمام. من الفرق اللي بتعمل في صمت، من الفرق حتى الان ما تعرفش هي جابت صفقات ايه في الميركاتو. هم بيشتغلوا في هدوء شويه. في هدوء شويه جدا في الاجانب اللي بتجيبهم، والحاج محمد عامل هدوء شويه في المنطقه دي بالتحديد. عامل هدوء،
وده تحسب له طبعا. دي حقيقة. ما سمعتش عن مشكله على تاريخ نادي الاتحاد السكندري وخصوصا السنين الاخيره، ما سمعتش عن في وجوده بتبقى الامور صعبه شويه ان يحصل مشكله او يحصل اي حاجه خالص، لان هو مسيطر على كل حاجه، وكل حاجه زي ما انت قلت دلوقتي كل حاجه بيعملها بمنتهى الهدوء ومنتهى اليسر، مفيش حد بيحس بحاجه سواء صفقات او سواء اي حاجه. دي حقيقة. المهندس محمد مصلحي من الشخصيات اللي في مكان ما بيختلفش عليها حد، يعني انت تنزل اسكندريه في رمز اسمه المهندس محمد مصلحي، دي حقيقة، ده معروف ما بيختلفش عليه حد، غير بعض النوادي التانية ان كان بدون ذكر اسماء، بعض النوادي تلاقي مشاكل ما بين الاداره، ما بين اثنين ثلاثه متنافسين على الكرسي بتاع الاداره، ما بين اثنين ثلاثه في الاداريين متنافسين ما اعرفش على ايه، في واحد زعلان ان حد موجود في الاداره فانا عايز اخش. لا لا ده انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ما شفتش ده موجود في نادي الاتحاد فعلا. انا عايز اقول لك معلومه، ده الدكتور محمود مشاي لما جه مشي كان فرحان الاستاذ محمد صلاح هو اللي جاي، عارف فعلا يعني هم يعني حتى الان لا هو محبوب جدا في اسكندريه، هو محبوب جدا كمان، وهي دي اللي هتوصلني للنقطه انا داخل عشانها يا كابتن احمد سعيد. عايز تنجح في الكوره بتبقى الاداره بتشتغل بنظام وبحب، ويبقى الجميع متكاتف، مش بتخانق شمال وبتخانق يمين وبزعق شمال وبزعق يمين. صح. اللي بيعمل في صمت دايما بتكون نجاحاته باينه. مظبوط. اللي بيتكلم كتير ومشاكل ودوشه بيشغل الفرقه عن بعض الحاجات الكبيره جدا، على امثله كتيره في الدوري المصري. ومن ناحيه تانية حتى لو عمل حاجه ونجح فيها ما بيبقاش لها طعم النجاح، لان بيفضل يقول انا هعمل وهسوي هعمل وهسوي هعمل وهسوي، بيضيع الطعم والفرحه ليه. انا سهرتكم شويه وخدت من وقتكم شويه يا كابتن احمد، انا حبيت بس امسع الكابتن اشرف حبيبي. يا ربنا يخليك يا رب حبيبي، ربنا يخليك ونورتنا يا استاذ محمد بجد والله. حبيبي يا استاذ محمد ربنا يكرمك. شكرا وتحياتي ليك ومساء الفل عليكم. مساء الفل على حضرتك حبيبي يا استاذ محمد. تسلم يا إيه. معانا مداخله اميره، معانا مين؟ قول الو كده يا كابتن اشرف. الو الو يا كابتن مانجا. اسلام حبيبي اللي منور الدنيا. ازيك يا اسلام؟ ازيك يا اسلام؟ ازيك يا كابتن احمد، وصباح الخير على حضرتك وعلى البرنامج الجميل، وكابتن مانجا وحبيبي حبيبي اسلام وخالي ومشرفنا دايما ورافعين راسنا دايما بيك. ربنا يكرمك ويوفقك دايما. ايه يا اسلام انت بتلعب كوره ولا لا يا اسلام؟ ابن اختي على فكره. من والله للاسف انا بلعب في حاجه تاني. لا لا يعني انت اعلامي برضو؟ الحمد لله انا رئيس تحرير برامج، والحمد لله ليا الشرف ان انا في الصحه والجمال برضو بقى لنا فتره طويله. فطبعا كابتن اشرف النهارده لما عرفت انه منور مع حضرتك فقلت لازم ما يفوتنيش الفرصه ان انا اخش امس عليه بقى. الخال والد بقى، الخال والد بقى يا استاذ اسلام. طبعا طبعا اخويا الكبير ووالدي وخالي حبيبي يعني اسلام. مش عايز اقول لك احلى واحلى واحد في الدنيا والله. حبيبي يعني يا اسلام ربنا يخليك يا حبيبي اشرف. حبيبي ربنا يخليك يا اسلام كتير، وان شاء الله ربنا يوفقك اكتر واكتر، وكفايه ان الناس عارفه اللي انت بتعمله الحمد لله، كفايه موجوداتك وطريقتك واسلوبك واصله للناس، كفايه حب الناس ليك كمان. حبيبي يا اسلام انا مش عايز اطول عليكم، خلاص بقى قلت لازم اخش. حبيبي يا شكرا كابتن احمد. حبيبي حبيبي يا استاذ اسلام شكرا لحضرتك، موفقين ان شاء الله وبالنجاح يا رب دايما. شكرا لحضرتك. قبل المداخله طبعا كان معانا سؤال مهم جدا لقطاع الناشئين. قطاع الناشئين وطبعا حضرتك اشتغلت فتره طويله في قطاع الناشئين، ليه ما بنشوفش وجوه جديده من القطاع في الفريق الاول؟ انا نفسي ما انا كنت بتكلم في الجزئيه ديت، نفسي اقول حاجه ما اعرفش اذا كان من حق ولا مش من حق، بس انا هقولها. احنا عمالين ندور والدنيا مقلوبه على قطاع ناشئين. تمام. ما احنا عندنا والله عندنا كويس. عندنا الكوادر وعندنا الناس اللي تقدر تشيل القطاع. تمام. وعندنا ناس كويسين جدا كتير. تمام. بس انا يعني يمكن مش هقدر اتكلم في اسماء عشان مش عايز يعني مش عايز حد يزعل يعني. تمام. انا بحريص جدا على النقطه دي، بس والله عندنا خلاص. انت لو في قرار او احنا خدنا قرار او قرار اتاخد بيمشي الجزء اوكي، ما في تاني كتير يعني. أيوة. في تاني مدربين ابناء النادي كتير، ابناء النادي كتير جدا يعني. انا مش عايز اقول الاسماء عشان ما حدش يزعل مني. أيوة. بس في كرم مرسي، في عصام ربيع، في حسن مرسي، في محمود عز، في تمام. يوسف حمدي، يوسف طاهر، وكيل سلامه، لا في ما شاء الله، في محمد ابراهيم ومنير عقيله وهاني يحيى، لا في ناس. انا بس مش عايز انسى حد عشان ما حدش يزعل مني، لكن النادي مليان اسماء ونجوم. اختار اللي انت فيه كوادر. أيوة. وفي ناس كويسه وفي ناس تقدر تعمل طفره في القطاع بشكل غير عادي، موجودين يعني. احنا من الموضوع مش صعب. بنضم صوتك يا ريت طبعا الحاج محمد مصلحي اكيد هيسمعنا، وفي نفس الوقت بنعمل كوادر. انا بوجه رساله للحاج محمد مصلحي، وهو طبعا صدره بيسع للجميع، والكبير كده يا حاج محمد حضرتك احنا بنناشد حضرتك من خلال الكوره والجماهير، ان يا ريت حضرتك تسمع لنجوم النادي اللي هم بيعشقوا نادي الاتحاد هو بيسمع. وبيحبوا حد اسمه الحاج محمد مصلحي
والناس دي فعلا بجد مخلصه لنادي الاتحاد، مخلصه لمجلس الاداره، ولكن يا ريت يبقى حلقه الوصل معاهم يا كابتن يا حاج محمد، واحنا نعرف ان حضرتك صدرك رحب وبيسع للجميع، وان شاء الله نشوف الاتحاد في احلى وابهى صوره. بيعمل اعداد وبيقعد مع الناس، ما انا فاهم، او بيقعد مع الناس اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول، يقعد مع الناس وبيقعد معاهم. انا رسالتي، انا رسالتي للحاج محمد مصلحي الناس اللي اشتغلت حتى لو هيستبعدهم، تمام مفيش مشكله. لا مفيش بس مشكله، بس ليه احنا بنقول يعني ليه بيقعد مع الناس القدام اللي اشتغلوا بالفعل؟ هو في هنا، ده قصدي، في هنا جزئيه مهمه قوي. اتفضل. هل يا ترى عشان انت موجود في النادي، يعني انا اشرف حليم موجود فيخدم النادي، مش موجود فيبقى لا مش لا مش شرط؟ لا انا اقصد ان انا مش شرط بره او جوه، يعني انا اللي انا اعرفه بالتحديد، يعني انا بخاطب الحاج محمد مصلحي، واكيد يعني الرساله توصله صح، يعني هو هيفهم قصدي. انا بقول القطاع اللي تم استبعاده ده قبل ما نمشيه نقعد معاهم ونشوف الايجابيات ايه والسلبيات ايه، لان انتوا القطاع اللي هو اللي تم استبعاده ده هو اللي كان بيشتغل قبل كده، هو اللي عارف نقاط الضعف والقوه، وفيهم اللي بعض الناس اللي عملت نجاحات، يعني مش كلهم، تمام، يعني مش كل القطاع. والقرار في الاول والاخر للحاج محمد، يعني عايزهم يكملوا، عايز بعضهم يكمل، مفيش مشكله. انا اقصد ان كل الوحشين الموجودين دول، يعني ممكن انا واحد منهم، خلاص انت مع السلامه بره، بس في ناس ثانيه كويسه اكيد خليهم موجود هيكملوا، مش شرط، تمام. لان احنا النهارده لما نشيل منظومه بالكامل في مدربين كفاءه وفي مدربين كويسين، ما هو ده اللي انا بقوله بقى للحاج محمد، فنصبر شويه. أيوة. عايزين يبقى فيه شويه تاني وفيه هدوء. أيوة. ما تبقاش الدنيا لا، يعني الدنيا مثلا، يعني سين مثلا، سين اشرف عبد الحليم مش كويس، خلاص انت شكرا، مش شكرا، فات الناس ما موجوده، لان في ناس عندها، في ناس اقسم بالله بتشتغل بما يرضي الله وبتتعب وبتعشق نادي الاتحاد، بيحبوا نادي الاتحاد بجد، وانا لامسها بجد والله، والله العظيم ثلاث كل مدربين النادي بدون استثناء. أيوة. بيعشقوا حاجه اسمها تراب النادي، وبيشتغلوا باي ظروف وتحت اي امكانيات بيشتغلوا. دي حقيقه كابتن اشرف. ناخد، انا بتمنى له التوفيق، يعني ان شاء الله كل التوفيق لنادي الاتحاد. ناخد مداخله الاول معانا الاستاذ محمد يوسف. اهلا يا فندم، السلام عليكم ورحمه الله. السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد. اهلا استاذ احمد. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا، ازي سعادتك. معايا الكابتن اشرف عبد الحليم منجا، نجم سيد البلد. اهلا، منورنا، منور كابتن اشرف. ربنا يكرمك. حبيبنا طبعا، حبيبي. انتوا جبتوه عشان هو الراجل عنده تاريخ الاتحاد كله، فانت عشان كده جبتوه. انا عارف ان انت موسوعه بالنسبه لنادي الاتحاد يا استاذ محمد. ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد، ربنا يصلح حالنا حبيبي. طب انا كنت هسال الكابتن اشرف، اقول له ليه لقبوك بلقب مانجا؟ خلي بالك اول مانجا في مصر كان الكابتن اشرف عبد الحليم. طبعا هو اللي رد على السؤال دوت، يعني ادينا ديت. انا احكي لحضرتك، هنحكيها بس لما نشوف. عايزين برضو ناخد حاجه كده من الاستاذ محمد يوسف، هتلاقي عنده حاجات كتير، عنده حاجات كتير. طبعا. اخر دوري حصل عليه نادي الاتحاد كان سنه كام يا استاذ محمد؟ لسه لم يطلبوا كاس، اخر كاس. ما خدش بطوله الدوري الاتحاد السكندري، حصل على كاس مصر 1926. تمام. الاتحاد السكندري كان اول نادي يوصل للنهائي امام الزمالك في البطوله الاولى 21 22. تمام. والبطوله الثانيه ايضا حصل على المركز الوصيف، رغم انه لم يصعد للنهائي لان اقيمت مباراه مع سكه الحديد لتحديد المركز الثاني. تمام. و24 ايضا وصل للنهائي امام الاهلي، و25 الا ان الاتحاد فاز في 1926 باول لقب، والاتحاد واصل مسيرته ان هو برضه وصل لنهائي 29 امام الترسانه، ونهائي 30 امام الاهلي، وليفوز بنهائي 36 امام النادي الاهلي، ونهائي 48 امام نادي الزمالك، ونهائي 63 امام نادي الزمالك، ونهائي 73، ونهائي 76 امام نادي الاهلي في السبعينات، ثم نهائي 88 امام الزمالك يحقق المركز الثاني، واخر نهائي وصل ليه كان 2005 امام انبي في القاهره، وايضا المركز الثاني. ست بطولات وست القاب كاس مصر نادي الاتحاد السكندري في تاريخه، بالاضافه للقب كاس السلطان 1935 على حساب النادي الاهلي ايضا. ايه المعلومات الجميله، ايه المعلومات الجميله الموسوعه يا استاذ محمد بجد. أمورنا أستاذ أحمد. أنا بشكر حضرتك، وإن شاء الله أنا هتواصل مع حضرتك، لأن أنت ذخيرة من المعلومات بالنسبة لنادي الاتحاد. شكرا يا أستاذ محمد، حد جميل أستاذ محمد. لا بقول لك عنده معلومات، أنا بيقول لي على حاجات. له دور في النادي يا كابتن أشرف؟ له دور في النادي مثلا؟ لا. متواجد؟ لا لا، مشجع بس. مشجع بس، بس بيعشق حاجة اسمها الاتحاد. أنا فاهم. أي معلومات، أي حاجة عايزها أيوه توصل له.
يعني محتاج حاجه ساعات بحتاج حاجه كده معلومات عن حد او على حاجه تساله اساله يقول لي سنه كذا حصل كذا. لا هو حافظ ما شاء الله بالتواريخ بالتواريخ كله ما عنديش حتى مشكلة. حافظ الطرفين يعني يقول لك الاتحاد مع الاهلي الاتحاد مع الزمالك كل حد كل جميل. حاجه تتخيلها طيب جميل. نروح بقى اول مانجا في مصر كابتن اشرف عبد الحليم مين صاحب اللقب ده؟ هقول لك انا صاحب اللقب ده هو اول حاجه اللقب ده كان ما بينه وبين حد تاني اسمه احمد ابراهيم كان بيلعب في المصري النادي المصري لكن ده كان لعيب حريف قوي 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 فانا لما كنت مع المنتخب وجبت معايا مانجا وانا جاي وديت كانت هي السبب يعني جبت مانجا منين بقى كنت في اثيوبيا وجبت مانجا من اثيوبيا لا انا بس اللي جبت ازاي بقى مش فاهم انا نزلت كان المعسكر كنا معسكرين في تنزانيا وبعد كده طلعنا على اثيوبيا واحنا ماشيين في السكه كده بنوصل للفندق بحاجه بسيطه لقيت حد بيبيع مانجا فبقول ايه ده قالوا ده مانجا لقيت حاجه كبيره كده تمام فحبيت اشوف ايه فروحت راجع معايا وانت الوحيد في البعثه بقى اللي انا الوحيد في جبتها وقعدت في الفندق ايه كلتها عجبتني قوي تمام عجبتني بشكل غير عادي فصممت ان انا اجيب معايا وانا راجع القاهره وانت راجع القاهره فجبتها فلما جيت راجع بالمانجا يعني انا الصدفه بس خلتني نركب يعني اكلتها في السوبر جيت وكده فالناس شافتني فراحوا رايحين المدرجات في الاستاد قعدوا ينادوا عم يقولوا مانجا تعالى وانا مش عارف هم بينادوا على مين وانا مش بعد كده قال اشرف يا مانجا تعالى طلعت بقى خلاص خدت اللقب بعد كده بقى في مانجا بقى كتير جدا لا المانجات كترت بقى دلوقتي كتر بقى خلاص بقى يعني انا تقريبا كنت وبعد كده لما رحت العب في المصري لقيت ناس بتنادى على احمد بكده فاحمد قال لي بقى مين فينا فقلت له انا قبليك لا انت خدت ختم النصر بقى الجمهور طبعا فانا كنت الاول يعني لا الجمهور هو اول ما اول جمهور نادى بمانجا جمهور الاتحاد للكابتن اشرف عبد الحليم دي حقيقه دي حقيقه وده الارتباط اللي ما بينه وبين جمهور الاتحاد بالتحديد يعني انا جمهور الاتحاد بالتحديد بالنسبه لي خط احمر لا لا خط احمر هو نادي الاتحاد وجمهور النادي الاتحاد دول عندي خط احمر انا افكرك بحاجه مره برضه يا كابتن اشرف في احدى الزيارات في اسكندريه انا لاحظت حاجه كده كنت انتوا برضو عاملين زي سهره كده او دوره رمضانيه بالليل مع الجماهير بس انا لفت نظري حاجه ما كل الناس بتعمل دورات رمضانيه الناس في الشارع يعني انا قاعد مثلا مع الحاج محمد حجاب الحاج محمد يعقوب يعني خدنا بعض شويه كده بعيد عن الملعب شويه الناس في الشارع مساء الخير يا حاج محمد مساء الخير يا سيدي البلد يعني سيدي البلد دي كلمه خلاص سمعتها كتير قوي في الاتحاد هم يعني الجمهور يعني بتعشق الاتحاد سيدي البلد ده كلمه يعني هي طلعت يعني بمناسبه او من غير مناسبه يعني مثلا ممكن تقول سيدي البلد في المدرج في الملعب انما ده احنا مثلا بالليل في اجواء رمضانيه بالليل كنا صحيح في دوره ولكن انا ملاحظ الجمهور انا كنت معزوم على ماتش مع اصحابي وانا قاعد بتفرج على الماتش قاعد جنبي واحد كبير تمام انا ما اعرفوش فالاتحاد اتغلب طلع من البطوله العربيه لقيت الراجل الكبير ده عمال يعيط بيعيط انا قاعد بتفرج على طبعا الناس كانت متضايقه جدا جدا ماتش الاسماعيلي والاتحاد وهو كان قاعد على شمالي راجل كبير ولا يعرف اي حاجه هو بيعشق حاجه اسمها الاتحاد تمام ببص عليه لقيته عمال يعيط والله العظيم اكن حد مات لا حب غير عادي يا انا بقول لك ما يعرفش حاجه لا بيروح النادي ولا له علاقه بالنادي هو راجل من بعيد بيعشق حاجه اسمها الاتحاد ملوش علاقه بحد خالص ولا جاي قاعد جنبي بقول لك ببص لقيته عمال يعيط الناس بتحب الاتحاد بشكل يعني انا بستمتع لما اعمل اي حاجه عندي في الشقه اخضر ولادي زهقوا مني طب يا بابا نغير طب يا بابا هو الاخضر ده بيكسو مدينه اسكندريه حاجه تانية خالص فعلا حاجه تانية خالص وانتوا اخترتوا لون حلو برضو يا كابتن هو هم اختاروه بقى لا 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 اللي اختاروه بقى العمالقه اللي قبلنا العمالقه اللي قبل كده النادي الاتحاد مليان بقى نجوم واسماء الله اكبر ما شاء الله خلي بالك انا شايف ان النادي الاتحاد ده في شعبيته يعني ما يقلش عن اهله وزمالك ولا اهله ولا عادي جدا 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 بجد وتحداك يعملوا ماتش اهلي وزمالك واتحاد او اتحاد واهلي او اتحاد وزمالك وهات الجمهور ده وهات الجمهور ده يعني انت لو قسمت الملعب نصين في استاد القاهره هتلاقي مليان الاتحاد يقفل الاستاد هتلاقي الاستاد مليان الاتحاد يقفل لا الناس عندنا بيعشقوا حاجه اسمها الاتحاد مش بيحبوا الاتحاد حبك الاتحاد. عادي يعني حبك انك تحب اي حاجه عادي لكن دول بيعشقوا حاجه اسمها الاتحاد الحاج محمد يعقوب افتكر مره برضو بيقول لي الله الوطن ثم الاتحاد بس يعني حاجه غريبه لا ما احنا ممكن نقعد نتكلم عن جمهور الاتحاد وعن نادي الاتحاد ناخد وقت طويل قوي يعني احنا مهما نتكلم مش هتحس بالمشاعر اللي جواهم لما تتفرج عليهم او مثلا تجيب لي سيره الاتحاد او تجيب سيره اي مسؤول جوه النادي او اي يعني هي القصه كلها محتاجه حاجه القصه اللي احنا فيها الاتحاد اسكندريه محتاج حاجه واحده بس لو قدرنا نوصل للحاجه ديت والله نادي الاتحاد ده من احسن انديه مصر اللي هي ايه يا كابتن الحب بس انا شايف الحب ده متواجد فعلا ماشي لا انا اقصد يعني كل مش الحب ان هو في حاجه لا انا اقصد يعني
كل الموجودين جوه نادي الاتحاد السكندري الألفة بقى مع بعض. لا لا، كل اللي بره واللي جوه وكل الناس ان يبقى في حب. ده ان شاء الله ان شاء الله انا بضم صوته لصوتك، وان شاء الله اللي هيعمل الحاله دي الحاج محمد مصلح ان شاء الله. هو الراجل، هو الراجل قادر ان هو يعمل. لا هو الراجل عامل الكلام ده جوه النادي. انا بتكلم يعني حتى الناس اللي بره النادي سواء مدربين او سواء لاعب اللي بره النادي، لا حبوا النادي كمان شويه. يعني انت لو بتحبه 50 60 عشان انت بره النادي، لا زود شويه كمان. حب النادي، لان في الاول مش شرط يكون لك، مش شرط يكون يعني مثلا استاذ محمد يوسف، انا سالتك سؤال وكنت متعمد السؤال ده، استاذ محمد يوسف ما بيشتغلش في النادي بس خلاص، ما هو ده هو محب للنادي، هو ده اللي انا عايز، هو ده اللي انا عايز اوصله. ان انت اشتغلت جوه النادي سين مثلا هنقول اسم من اسماء مثلا الكابتن عادل البابلي، اشتغل جوه النادي هو الكابتن عادل البابلي الرمز الكبير، كبير في نادي ما اشتغلش جوه النادي فهو الرمز الكبير برضك نفس الكلام. تمام. الكابتن محمد عمر موجود جوه النادي مش موجود جوه النادي، هو الكابتن محمد عمر الاسم الكبير والعظيم اللي كل الناس بتحبه. انا اقصد ديت، يعني اقصد ان احنا كلنا دورنا ان احنا كلنا بدون استثناء نزق ونساند النادي، بس مش شرط موجود جوه ولا بره. ده 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 كلام محترم جدا، ده اصلي من كلمه الحب، يعني ده انا اقصد كده، يعني مش شرط احبه وانا جوه، لا ممكن احبه اكتر وانا بره، مش شرط ابقى موجود جوه عشان احب. ده قصدي. طيب طب نقول الو برضه يا كابتن اشرف. الو الو، مساء الخير يا فندم. مساء سعيد عليكم جميعا. كابتن هشام زكريا منور الدنيا ومنور برنامج الكره والجماهير. حبيبي ربنا يخليك كابتن احمد سعيد حبيبي الغالي، اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام بخير. معانا بقى حبيبك الكابتن اشرف عبد الحليم مانجا. ده طبعا انت ماشي ورايا ولا ايه؟ طبعا منور يا كابتن اشرف. حبيبي يا شيخ، حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك يا حبيبي يا رب، وان شاء الله كده. يعني بصراحه انا قاعد من الصبح، حلقه جميله جدا حبيبي يا شيخ، ربنا يخليك يا حبيبي. حلقه دسمه جدا بكلام رائع من حضرتك، وده يعني هم غير عن الاصل الطيب لحضرتك يا كابتن اصلا. حبيبي يا كابتن هشام، لا ده اقل واجب، انت عارف كويس قوي مدى نادي مدى حب للنادي والناس المسؤوله جوه النادي. اكيد طبعا، وسواء طبعا كان للاستاذ محمد مصلحي، لا طبعا اللي انا بسميه دايما الاب الروحي لاسكندريه بحالها. تمام، دي حقيقه فعلا يا كابتن هشام. طبعا ده يعني انسان سبحان الله، ما فيش اتنين بيختلفوا على حبه، ما فيش اتنين بيختلفوا على ان هم ممكن في يوم من الايام يختلفوا على راي معاه، لان هو صائب في ارائه، صائب في كل شيء بيعمله النادي الاتحاد، لانه الراجل ده بيعمل طبعا كل حاجه من قلبه، فطالما بتطلع من القلب فبتصدر للقلب على طول. هو الراجل ده عايز حلقات مش عايز حلقه يا كابتن هشام؟ اكيد طبعا. عايز حلقات يعني. كابتن هشام بقى في الجونه ولا في اسكندريه؟ لا لا في اسكندريه، انا دلوقتي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري للميني فوتبول منطقه اسكندريه. طبعا الميني فوتبول لسه ما اتفعلش في مصر كلها يا كابتن هشام. لا يا فندم ازاي، 28 محافظه دلوقتي بقى فيهم ال 28 منطقه موجودين. تمام. وتم اشهار اتحاد الميني فوتبول برئاسه السيد الاستاذ احمد سمير سليمان. تمام. من سياده معالي الوزير اشرف صبحي. الكلام ده كان طبعا في 2019 في شهر 7. طب هيبقى في دوري مثلا للميني فوتبول في مصر؟ السنه دي ان شاء الله احنا هنبدا الدوري بالفيرست تيم، لغايه ما نبدا طبعا نكون الانديه والمراكز الشباب. طبعا في بالنسبه للميني فوتبول في بشره جميله جدا هتكون لابناء اسكندريه وابناء مصر طبعا بوجه عام، وهي ان احنا بنعمل اكبر قاعده للاعبين في مصر. تمام. بناء على ان اللوائح بتاعتنا بتتيح لنا تقدم جميع الانديه وتقدم جميع مراكز الشباب وتقدم جميع الاكاديميات المقننه. تمام. للانضمام الى الميني فوتبول في مصر. دي حاجه، دي حاله جميله جدا هتبقى في مصر والله يا كابتن هشام، ان شاء الله كل التوفيق. مش طبيعيه هتكون في مصر طبعا، لان طبعا انا عندي الملاعب هتبقى مختلفة، الكرة نفسها مختلفة عن كرة القدم، ولكنها على الأقل هتدي الفرصة كاملة لأبناء 97 و98 إن هم يرجعوا وتعود الحياة الرياضية. تمام. إليهم ثاني مرة إن شاء الله. وإحنا من خلال الكرة والجماهير يا كابتن هشام بنقول لحضرتك إحنا بنساعد، يعني كل الدعم مننا من خلال برنامج الكرة والجماهير في أي مكان في مصر، إحنا معاكم وفي ظهركم، وان شاء الله تقدموا لنا حاجه تنفع الرياضه في مصر ان شاء الله.
التوفيق ان شاء الله. وانا على فكره قناه الصحه والجمال دي من اهم يعني، اولا دي اول قناه انا ظهرت فيها انا والجنرال الكبير الكابتن فكري صالح. ده شرف لنا طبعا يا كابتن. ربنا يخليك، شرف ليا طبعا. وبالمناسبه طبعا احنا تم تكوين المنتخب المصري للميني فوتبول بقياده المدير الفني ملك خط النص في مصر كابتن فاروق جعفر. ما شاء الله خلاص تم الاختيار يا كابتن هشام. طبعا يا فندم وبيتمرنوا. تمام. كان في تدريبات بدات قبل كورونا. تمام تمام. ومدير المنتخب الكابتن علاء ميهوب. ما شاء الله يعني. وفريق الكره المصريه الكابتن محمد صلاح ابو جريشه مدرب عام. تمام. وكابتن فكري صالح مدربا لحراس المرمى. تمام. زائد طبعا انضم المخطط الاحمال الكابتن محمد صفي الدين. تمام. اللي هو طبعا كان بيشتغل مع الكابتن حسن شحاته المعلم. ده احنا كده بقى، ده انتوا خسرتوا يا كابتن هشام، انتوا خسرتوا صفوه الرياضه في مصر. اكيد طبعا يعني بصراحه البدايه ان شاء الله هتكون بدايه قويه جدا باذن الله في مصر، وطفره جديده للرياضه ان شاء الله عن طريق الميني فوتبول في مصر باذن الله. ان شاء الله يا كابتن هشام، وان شاء الله تبقى حضرتك بقى توعدنا تبقى ضيف عندنا في الكوره والجماهير ان شاء الله باذن الله. اوعد حضرتك باذن الله عشان حتى على الاقل نعرف الناس بالميني فوتبول. ونعرفهم بالملاعب بتاعتها هتكون شكلها ايه، و يعني قوانين اللعبه بالظبط هتكون موجوده قدام حضرتك ان شاء الله وقدام الجماهير كلها ان شاء الله يا كابتن هشام. وتشرفنا وتنورنا. طولت عليكم كتير. لا طبعا يا حبيبي. لا 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 انت تنور البرنامج كمان والله يا كابتن هشام. ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. شكرا شكرا على الاتصال. فكره حلوه الميني فوتبول دي ان شاء الله. فكره كويسه وهم شغالين فيها بشكل كويس. ما شاء الله شايف اسماء يعني كبيره. كبيرة كمان المدير الفني للعبه كمان في اسكندريه كابتن شحاته اسكندراني ما ادراك بقى. لا شغالين فيها بشكل كويس. نكمل حلقتنا الجميله معاك يعني حوار معاك شيق جدا. ربنا يخليك. طبعا في سؤال بقى يعني انا برضو نغازلك شويه كده عشان الجمهور برضو نشده معانا شويه. كابتن طارق حامد نجم نص الملعب. لا طبعا انت شايف هل هو مؤذي شويه في الملعب؟ لا مش شايف خالص الكلام ده. انا شايف ان هو لعيب راجل جدا، وانا شايف من وجهه نظري من افضل ديفندر موجود في افريقيا. تمام دي حقيقه. اللي هو بيعمله الشغل اللي هو بيعمله في الملعب وطريقه لعبه وادائه، يعني انا اعترض مع في بعض الناس بتخش او بتعلق على بعض الحاجات اللي هي ناقصه عند طارق، دي ما فيهاش مشكله. انا ليه بقول لحضرتك كده كابتن؟ انت حضرتك كنت بتلعب في نص الملعب. طبعا. ده مكان الكابتن طارق حامد. طبعا. المكان ده ممكن مثلا شفنا الكابتن حسام غالي. حسام غالي شفنا الكابتن اسماعيل يوسف. في فرق كبير ما بين يعني حسام غالي وبين طارق حامد. ده ستايل وده ستايل تاني خالص. انا السؤال كنت يعني هو ديفندر على فكره. بس ديفندر بتاع حسام غالي لعيب كوره حريف قوي زي ما نقول مثلا الكابتن فرجاني ساسي. هل بيعرف يدافع زي طارق حامد؟ لا طبعا صعب جدا. صعب جدا. لكن هو هل كرة طارق حامد زي حسام غالي برضك؟ طب هو لازم الديفندر يا كابتن اي مدير فني يبقى معاه النوعيه دي والنوعيه دي. طبعا يعني صعب. ما ينفعش اثنين طارق حامد. هي صعب ما ينفعش. ما ينفعش لازم واحد كده وواحد كده. ما ينفعش الاثنين طارق حامد وما ينفعش الاثنين حسام غالي وما ينفعش الاثنين حسام غالي. تمام. حته الدفاع بتاعته مش هتبقى نفس القدرات بتاع طارق حامد. هيبقى عندك قصور في الحته عندك دي. بس لو عندك الاثنين يا بخت فرقه فيها الاثنين اللي هم اللي هو ساسي وطارق حامد. بيكملوا بعض الوقت الاثنين. ساسي لعيب حريف قوي 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 قوي. وطارق حامد نفس الكلام بس على قوه وقطع بقى وبيعمل حاجات في الملعب بصراحه يعني حاجات خرافه والله يعني. العظيم انا شفت طارق حامد وهو بيلعب في سموحه في الدرجه الاولى به. رحت اتفرجت عليه. ما شاء الله. انا رحت اتفرج مش كنت رايح اشوفه. كان لسه في الممتاز به. كان في الممتاز به. انا ما كنتش رايح اشوفه. انا كنت رايح اشوف حد تاني. عجبني طارق حامد جدا بشكل غير عادي. لا تكون انت اللي رشحته نادي الزمالك. لا لا والله كنت ارشحه للاتحاد. ده مرشحه ازاي؟ بدل مرشحه الزمالك ارشحه للاتحاد. طيب في دلوقتي طبعا نخش بقى في الاحداث الشائكه دلوقتي، هل تتوقع عوده الدوري المصري هذا الموسم؟ الموضوع دوت فيه صعوبه كبيره جدا جدا من وجهه نظري. تمام. وارجو يعني اول حاجه كلنا بدون استثناء ماشيين مع الدوله بدون استثناء. اكيد ده قرار دوله. قرار دوله وكلنا هنلتزم بقرار الدوله. بس انا بقول حاجه من وجهه نظري، هل انت عندك القدره انك تعمل مسح لفرق الدوري كلها؟ عندي القدره. طب ماشي. طب بعد ما تعمل مسح هتعمل ايه فيهم؟ هيروحوا بعد الماتشات يعملوا ايه؟ طب روحوا. طب لما يرجعوا عايز تعمل ايه؟ مسح تاني في المباريات. هل احنا عندنا قدره؟ لا ده في التمرين كمان. وفي التمرين هل انت عندك قدره انك تعمل الكلام ده؟ الا في حاله واحده بس، لو قدرت تعملها بقى تبقى انت هنا بقى يعني حاجه عظيمه. طب لو الدوله قدرت توفر ده؟ لا
توفر، مش هيقدر الدوله توفر ده ازاي؟ احنا محتاجين ده، المواطن الغلبان محتاج ده. انا عايز اتكلم على جزئيه تانية خالص. هل انت عندك قدره انك بعد ما تعمل مسح تعمل لهم معسكر لحد ما يخلص الدوري للفرق كلها؟ للفرق كلها امر صعب. هل في فرقه تقدر تعسكر تخش تطلع؟ انا وانا عايز اخلص الدوري ممكن اعمل كده، اعمل مسح للعيبه كلها، بعد ما يخلصوا اللعيبه يخشوا المعسكر، ما حدش يطلع بره المعسكر، ممنوع تعامل، ممنوع اي حاجه، يطلع على الماتش ويرجع على المعسكر. في الحاله دي ممكن، لكن غير كده اعتقد انه صعب. لان انت النهارده اللعيب بيخلص ماتش بيروح البيت بيتعامل مع الناس، بيتعامل بقى بيتعامل، بيرجع لك تمرين بعد كده بيرجع لك عايزه ماتش. طب لما يرجع لك تمرين عايز تعمل له ايه؟ مسح. طب لو لعب ماتش عايز تعمل له ايه؟ مسح. طب انت هتقدر على كل ده ازاي؟ المسح ده بيكلف، هيكلف ويكلف الدوله كمان. أيوه. ويكلف. طب احنا ليه احنا اولى بالكلام ده كله؟ لو احنا عندنا القدره، هي صعبه بس لو احنا عندنا القدره وعايزين نلعب دوري العب دوري، خد اللعيبه اعمل لهم مسح، لعبهم ماتشات، بعد الماتشات قعدهم في معسكر، تمام، يطلع على الماتش ويرجع لك تاني. تمام. مفيش حل غير كده. طبعا في اسئله كتير بس عشان لضيق الوقت هدخل في الفقره الثانيه ناخد منها اللي هي فقره تصريح وتعليق. نقدر ناخد منها اقدر يعني اكثر من تصريح لان عندنا تصريحات كتير. ف كنا بنتكلم بخصوص المسح، في تصريح وتعليق يا ريت يا اميره تنزله لنا بعد اذنك. ماشي. اهو الاستاذ وليد العطار، الدوله ستتحمل تكاليف كل مسحات كورونا لكل درجات الدوري وليس الدوري الممتاز فقط. تقول ايه يا كابتن؟ لا انا شايف ان ابقى حمل على الدوله، انا شايف من وجهه نظري لو بالشكل انا شايف ان ابقى حمل على لو بالشكل ان انت كل ماتش هتعمل له مسح او بعد كل تمرين هتعمل له مسح. هو لو حضرتك ركزت في التصريح هو بيقول لك ستتحمل تكاليف كل مساحات كورونا، وبعدين ده مش دوري ممتاز بس، ده الكل. ما هو الكل امتى؟ والدرجه الاولى بقى والدرجه اوكي الكل للدرجه الرابعه. تمام تمام. يعني انت هتعمل مسح كل ماتش؟ انا ما اعرفش يعني بقى التصريح. هو ما مسؤول. ما انا مش فاهم، هل هو هيعمل مسح في بدايه قبل ما نبتدي الدوري وخلاص ولا هيعمل كل ماتش؟ لازم انا هيعمل كل ماتش، لان كل ماتش وكل تدريب اللعيبه بتروح. فانت عايز كمان كل، لا الموضوع كبير يا جماعه. الا اذا بقى يعني انا شايف ان في تخطيط غير عادي من الدوله بمنتهى الامانه. ممكن هو انت عارف انا شايف تخطيط. لا انا شايف، انا يعني انا حاسس في بعض التصرفات وبعض حاجات. أيوه. ان في تخطيط ممكن يبقى بعيد عننا كتير جدا. وفي حاجه يا كابتن اشرف نتفق عليها، واحنا مع الدوله ومع صالح طبعا الدولة. لا طبعا دوله قالت طبعاً. نلعب هنلعب مفيش مشكله. لا ديت ما فيهاش. بص احنا كلنا في اي حاجه، الطفره اللي احنا فيها كدوله. أيوه. واللي معمول والرئيس عامله في البلد عبد الفتاح السيسي حاجه ما شاء الله. لا شوف الكباري والطرق والدنيا عامله ازاي. شرم الشيخ بقت 4 ساعات من هنا عالميه. امشي في طريق شرم الشيخ كده ماشي في مكان عالمي، حاجه جميله. اقصد ان احنا مع الدوله. صح. بس احنا بنتكلم بنقول وجهه نظر ممكن تبقى محدود او شايفين احنا حته معينه. عشان كده ما بتكلم، انا بسال سؤال واحد، انا شايف في مسح. طيب يا ترى المسح ده هيبقى كل ماتش؟ يا ترى هيبقى كل تمرينه؟ طب احنا نقدر نستحمل يعني كل الكلام ده؟ تعرف ان النادي الاهلي بدا فعلا خلاص النهارده عمل مسح للاعيب. بعد المسح اللي بيحصل مع اللعيب مش هروح؟ ايوه. طب لما يجي لك ثاني يوم في التمرين الثاني هتحتاج مسح ثاني؟ ما انا عشان كده مش فاهم. انا الجزئيه دي بالذات محتاجه، عايز افهم يعني. انا شايف ان عشان ارد عليها الصحه هي اللي ممكن تتدخل الموضوع بالاتفاق مع وزاره الشباب والرياضه، يقدروا يحلوا الموضوع. الوزاره انا شايفها انها عامله الكلام ده بشكل كويس ومنظم بشكل غير عادي. وزير الشباب والرياضه مش هيطلع يقول تصريح بالشكل ده كده الا اذا كان الراجل يعني عمل كل حاجه وفرق كل حاجه وشايف كل حاجه. طب نزل لنا الصور كده اميره بتاع لعيبه النادي الاهلي النهارده. شفتهم ونازله على الفيسبوك كلهم بيعملوا في الملعب استاد التتش النهارده. طب هم بعد ما يعملوها طب ايه اللي هيحصل؟ هم هيعسكروا في النادي ولا هيروحوا؟ لا هيروح. طيب ما هي دي انا بتكلم بقى في الجزئيه دي، هي دي اللي محتاجه افهمها. انا فاهم يا كابتن. ولو كل الجزئيه دي لو كل يوم يعمل لهم كده على حساب الدوله لا حرام كتير قوي، كتير هيكلف الدوله كتير، يا اما الانديه يا اما اللعيبه. ما معلش اللعيب انت النهارده معلش غير اللعيب بياخد عقد كويس. أيوة. عقد كويس الحمد لله ربنا يكرمهم يا رب. طب اوكي بقى من اللعيب بقى، في ناس في الشعب مش قادره في ناس. ما انا بتكلم على جزئيه ان انت النهارده لما تكلف الدوله المبالغ دي كلها لا حرام. يا النادي يا اما اللعيب. مظبوط. لكن الدوله ما تستحملش الكلام ده. هو المفروض على الاقل يبقى النص والنص يعني. كمان ممكن ادعم انا النادي كدوله النص. انت عايز تقول ان النادي هيقدر يعمل مسحات للعيبه كل تمرينه وكل ماتش؟ برضو انا شايف صعب جدا. كمان مين النادي اللي يقدر يستحمل الكلام ده؟ يعني مين النادي اللي يقدر يستحمل مسح اللعيبه بالشكل ده؟ طب ناخد تصريح تامر بعد اذنك. معانا تصريح للكابتن طلعت يوسف. جاهز يا اميره معاكي؟
تصريح انا يعني مش عارف يعني مصلحي هو يقصد الحاج محمد مصلحي قال له ان الجنايني اخبره الجنايني اللي هو رئيس الاتحاد اخبره ان هناك طائره خاصه ستتولى امر اجانب الدوري لاعادتهم لمصر، طائره واحده ستطير لكل البلاد مره واحده وستجمع كل اللاعبين الاجانب، الامر يشبه الميكروباص. مكتوب تحت ايه هو الراجل التصريح بتاعه مكتوب تحت امر زي الميكروباص بالظبط. هل هينفع الف على الدول عشان يجيب اللعيبه بالطياره بتاعتي؟ مش عارف بجد. هل لا احنا وصلنا ان احنا عندنا القدره ان احنا نقدر نعمل كده، احنا نبقى بلد عظيمه. طب قبل ما نختم احنا كده كده بلد عظيمه، بس يا ناصر ناخد تصريح للحاج محمد مصلحي طبعا وتبقى ختامها مسك. طبعا اتفضل معاك. نزل لنا تصريح الحاج محمد مصلحي. لن اكون سعيدا بالبقاء في البيت، لكن عوده الدوري صعبه وليست سهله، والجهاز الفني للاتحاد وبعض اللاعبين متخوفون من عودة النشاط، ولا تزال لدي علامة استفهام على موضوع الصحة مع زيادة أعداد الإصابات والوفيات. رجل حكيم على أساس أن كل يوم في زيادة. أنا فاهم. أنا أقصد من التصريح بتاعه أن إزاي في كل يوم زيادة وإحنا عايزين نلعب الدوري. تمام. ده إحنا ما لعبناش الدوري وإحنا كان عندنا لسه الحالات 41 أربع حالات وفاة و 18 حالة 31 حالة إصابة. إحنا مش عايزين نزعل الأهلاوية لأنهم واخدين 16 ده فوز متتالي. القصة مش كده. فبيقول لك والزملكاوي يقول لك لا ما ينفعش. أنا واخد بطولتين أفريقيا. أستاذ أحمد لما نتكلم احنا بنتكلم على احنا بنتكلم صالح الدوله. بالظبط كده. دوله لو شايفه ولا ان الدوري يرجع هيرجع، الاهلي هيلعب والزمالك يلعب وكل الانديه تلعب طبعا. الدوله قالت مفيش وهنلغي الدوري، خلاص كلنا هنقول اهلا وسهلا. خلينا نتفق على الكلام ده، يعني خلينا نتفق ان احنا تحت امر الدوري. تحت امر الدوري. بالظبط. شرفتنا يا كابتن اشرف. حبيبي استاذ، انا سعيد. انا سعيد جدا جدا معاك، ويا رب تكون حلقه خفيفه على الناس وكل الناس. حلقتنا خلصت يعني بسرعه، وكنا نتمنى ان هي تطول اكتر. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. ميرسي. اعزائي المشاهدين، ارجو نكون اسعدناكم، وان شاء الله انتظرونا الاسبوع القادم مع ضيف جديد. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.